محافظتنا اللي هنحلها دلوقتي محافظة البحيرة أمير is talking to a tourist. بيتكلم مع سائح بيقول له I see that you are worried, sir إنت الآن can I help you؟ هل يمكنني مساعدتك؟ قال له uh, نقط قال له the cheapest way to go to خان الخليلي is the metro أرخص حاجة تروح بيها خان الخليلي هي المترو but why do you want to go there؟ إنت ليه؟ محتاج تروح هناك فينا طبعا can I help you yes أو sure هاو uh, how أو what is the cheapest way to go to خان الخليلي أو how do I go to خان الخليلي الاتنين صح نخلينا في how أسهل how do I go أو can I go to خان الخليلي ازاي اروح خان الخليلي قال له but why لماذا انت تريد الذهاب الى هناك جه هنا قال له why would you like to buy some statues هشتري بعض التماثيل يبقى هو قال له عايز اشتري تماثيل يبقى I want to buy some statues uh, why would you like نقط قال له حاجة ليس I enjoyed it a lot يبقى من هنا ممكن يقول له I

بعد كده عندي هنا discount ليه طبعا discount معناها تخفيض cheaper أرخص order طلب internet cheap smart there is a big sale in the shopping mall in our area في عرض كبير في المول عندنا all the clothes are not زين this week طالما عندي زين يبقى أرخص من اللي هي cheaper than this microwave has a 25 خمسة وعشرين في المية أكيد إيه ديسكاونت دي خصم أو تخفيض إت يوجوالي كوست هو عادة تمنه وان باوند عمرز فاميلي وينت تو باي أن تي في رايحين يجيبوا سمارت تي في هاتف آه أو تلفزيون سمارت سو زي كان واتش فيلمز أون ذا علشان يشوفوا الأفلام على الإنترنت بعد كده عندي كومبرهنشن قطعة I like visiting new places every year. بحب ازور الاماكن الجديده كل سنه. Last summer, الصيف الماضي, I went to شرم الشيخ. انا سافرت الى شرم الشيخ. I went there with my family. انا ذهبت الى هناك مع الفاميلي مع العائله. I traveled by plane as it's very comfortable لان هي مريحه and fast. انا حبينا الطياره لان هي مريحه وفيها ايه وفيها طبعا السرعة شرم الشيخ is a wonderful place for a holiday هي مكان رائع لقضاء الايه لقضاء الاجازة there is a lot to do and many different places to stay in you can camp or stay in a hotel when you arrive تقدر تعمل يعني زي تخييم كده او في اي فندق you can go to the tourist information center عندهم مكان اسمه مركز الاستعلامات السياحي ده انت تقدر تروح هناك and find out a lot of information about the city يدوك كده زي منشور او كتيب في كل حاجة عن المدينة you should visit it on the first day لازم تروح اول يوم شرم الشيخ has some beautiful beaches فيها شواطئ رائعة you can swim in the sea there. تعوم في البحر when it's very windy لما الجو يكون عاصف you should definitely try wind surfing تجرب ركوب الامواج also you can take a boat trip ممكن تعمل رحلة بالقارب to try fishing تجرب الصيد you shouldn't walk too much in the sun ما تمشيش كتير في الشمس it's best to visit places early in the morning أفضل حاجة تروح الأماكن في الصبح بدري don't forget to go shopping ما تنساش تعمل تسوق there are many beautiful things to buy في حاجات رائعة ممكن تشتريها I think you will have a great time هتستمتع كتير هناك the underlined word wonderful in the third line means كلمة wonderful في السطر التالت معناها بورينج ممل فانتاستيك رائع expensive غالي أبسيت منزعج ومضطرب طبعا فانتاستيك the writer suggests visiting the tourist information center at the note of your visit اقترح زياره المركز للسلامات السياحي امتى هو الف الفيرست دي اهو هنا الف اول يوم اول يوم بقى اللي هي معناها beginning في البدايه ولا end النهايه ولا middle في المنتصف وfinal الاخيرة والنهايه بقى beginning وين سيرفينج از ا كايند اوف نوت سبورت ركوب الامواج تعتبر رياضه ساند على الرمله اندور داخليه ووتر مائيه لاند على الارض طبعا رياضه مائيه عندي هنا بقى بيقول لي وات شودنت يو دو اللي المفروض ما تعملوش وين يو فيزيت شرم الشيخ لما تزور شرم الشيخ طبعا عشان الجو هناك حر فقال لي ايه يو شودنت هنا اهو walk too ماتش in the sun ما تمشيش كتير في الشمس دي اجابه السؤال رقم أربعة بعد كده بيقول لي why do you think شرم الشيخ is a beautiful place for a holiday ليه شرم الشيخ مكان جيد للأجازة أول حاجة هنا هو قال there is a lot to do في حاجات كتيرة تعملها and many different places to stay وتكتب أي مزايا عايز تكتبها عن شرم الشيخ بعد كده بيقول لي give a suitable title to the passage عنوان مناسب للقطعة طبعا عنوان المناسب الموضوع كله بيتكلم عن مدينة شرم الشيخ to make the adjective uh, from the word use we add نضيف ال use a l f u l e r n i v طبعا هنا كلمة useful اللي هي مفيد now many phone isn't working my phone تليفوني مش شغال I need to know the battery عايز اعمل البطارية charge اشحنها turn يشغل do يفعل make يصنع طبعا it charge he didn't win the prize ما فاز بالجائزة so he felt شعر بالبراود فخر disappointed إحباط interested اهتمام excited متحمس disappointed our N is a home for children منزل الأطفال with no parents لما عندهم والدين town مدينة ماركت aquarium أورفنج دار الأيتام طبعا أورفنج to succeed in your exams means you not know them إن أنت تنجح في الامتحانات يبقى أنت تيست يتزوج pass يمر فيل يفشل تست يختبر طبعا pass A is a form of transport used to cross the Nile بتعبر النهر Ferry المعدية Valley الوادي Tram River النهر طبعا اللي بتعدي النيل الفيري المعدية The school bus never stops near my house عمره ابدا موافق عند المنزل Never مضارع بسيط وهنا دي مفرد يبقى stops This shop is either interesting nor cheap عندي نور ما بيجيش معها either بيجي معها neither أو neither I have never won a painting competition have or has بيجي بعدها never أو ماشي بعد كده التطريب الثالث من win won won أحمد not able to fix the machine last week الأسبوع الماضي قدرة في الماضي able to اسمع was aware أحمد ياخد was يبقى wasn't able وتو مكتوبة While I was sleeping when وأنا نايم the phone ring حدث كان مستمر ماضي مستمر الحدث ده هيقطعوا الماضي من رينج رينج التليفون رن في إيه هيصحيني بعد كده بيقول لك اكتب a biography of your role model عن القدوة بتاعتك اكتب سيرة ذاتية أي شخصية أنت تعجبك في المنهج أو برة المنهج ممكن تكتب عنها ودلوقتي معدنا مع محافظة كفر الشيخ A patient is talking to his doctor about his illness عن المرض بتاعه هالو واتس رونج ويز يو مما تشكو قال له حاجة قال له ستارتد يسترداي بدأت من امبارح وات ديد يو ايت يسترداي طب اكلت ايه قال له تشوكلت شوكولاته ليت مي تيك يور تمبريتشر اشوف درجة الحرارة از 38 سليسيوم ديجري 38 نوت تيك ذيس ميديسن اند يو ويل بي اول رايت خد الدواء ده وانت هتبقى كويس يبقى المشكلة اللي عنده ايه اي هاف انا عندي طالما اكل يبقى عنده ايه stomach ايه اللي هو ايه الم ألم فين؟ ألم في المعدة Stomachache قال له بدأ من امبارح يبقى متى؟ بدأ متى طبعاً اللي هي when started فعل ماضي يبقى did والفعل it يبقى when did it start What did you eat yesterday؟ أكلت ايه؟ طب ما هو هنا قالها له هو قال له بعد كده استغرب قال له شوكولاته هات نشوف درجة الحرارة قال له حاجة قال له take this medicine يبقى ويل آي بي alright هل انا بقى كويس؟ قال له اه خد الدواء ده هتبقى كويس طبعا هيشكره هيقول له ثانك يو بعد كده السؤال التاني عندنا هنا بيقول لي help يساعد helping المساعدة simple بسيط pollution التلوث كوميونيتي مجتمع body جسم Planting trees is a not thing everyone can do to reduce carbon dioxide زراعة الأشجار ده شيء not كل الناس تقدر تعمله يبقى a simple thing شيء بسيط trees remove air not الأشجار تزيل air pollution تلوث الهواء that is dangerous to our lungs سيء للرئة Everyone can plant a tree and do not fight climate change كل الناس تقدر انها تزرع شجرة وتساعد طبعا هنا عندي هوكان مصدر يبقى انا محتاج مصدر برضو يبقى help uh, we plant trees in our gardens around our homes in our north our national forests and on farms وفي المزارع نقدر نزرعها فين في المجتمع بتاعنا اللي هو community يعني. بعد كده عندي قطعه بيقولي the 20 the 2000, 22, 22, two thousand twenty-two او twenty-two فيفا وورلد كاب كأس العالم 2022 is an international football tournament بطولة عالمية contested by the men's national teams عن طريق المنتخبات الوطنية للرجال It's the world's most popular sports event أهم حدث رياضي. It took place in Qatar كان متنظم في قطر from 20 November 2011 to 18 December 2022 It's the first world cup to be held in the Arab world أول كأس عالم يتعمل في العالم العربي but it's the second in Asia. التاني في آسيا after the 2002. بعد 2002 تورنامنت من ساوث كوريا لكن جنوب آه آه طبعا تنظم في كوريا الجنوبية واليابان في سنة 2002. the 2022 FIFA World Cup cost كأس العالم تكلف أكتر من over 200 مليون. 220 مليار It's the most expensive World Cup ever held الأغلى The 2022 tournament included 32 teams 32 فريق The 2026 كاس العالم 2026 فيفا World Cup will be the first to include 48 هيزودوا عدد الفرق ل 48 To avoid Qatar's hot climate change أو كلايمت عشان قطر تتجنب درجة الحرارة العالية The tournament organizers المنظمين decided to hold the

وورلد كاب كاس العالم بتاع الفيفا ولا 20 26 فيفا وورلد كاب ولا ذا 20 22 فيفا وورلد كاب ولا ذا 2002 فيفا وورلد كاب اللي في اليابان هو بيتكلم عن طبعا ذا 2022 فيفا وورلد كاب مركز على كاس العالم 2022 اللي كان في قطر The second World Cup which was held in Asia was in التاني اللي اتعمل في آسيا كان فين؟ في قطر ولا في اليابان ولا ساوث كوريا ولا جابان ساوث كوريا كوريا اليابان كوريا الجنوبيه واليابان هاو many تيمز ويل انتر قد ايه اللي هيدخل في 2026 20, فيفا وورلد كاب اللي هيشارك في 2026 كام فريق 48 تيمز 48 32, 32 32 less than 30 اقل من 32 more than 48 اكتر من 48 لا هم 48 فقط inferior يعني static from the text to why the 2022 fifa world cup wasn't held in the summer. هو ليه ما تعملش في الصيف؟ كاس العالم بتاع قطر ليه ما تعملش في الصيف؟ طبعا to avoid علشان يتجنبوا قطرز hot climate درجه الحراره العاليه. Summarize the second paragraph in one sentence. تلخيص البراجراف التاني في one sentence ممكن في البراجراف التاني مثلا نقول because of the high temperature بسبب درجة الحرارة العالية in the summer بسبب درجة الحرارة آه العالية في السمر في الصيف ونبدأ بقى نقول ايه اللي حصل لحظة اه عندي نقول ايه the organizer decided to hold ان هم يقوموا فين في نوفمبر and ديسمبر دي نكتبها باقي الجملة اللي احنا قلناها يعني بسبب الحر اقاموا في شهر 11 would you like to watch the next FIFA World Cup at the stadium why why not تحب تروح الاستاد في البطولة القادمة طبعا هنقول مثلا yes شور sure. ايه السبب هنقول مثلا because اكيد هيكون it's very interesting او ممتع enjoyable بعد كده عندي سؤال الاختيارات بيقول is something you make when you are unhappy about something لما تكون مش سعيد an email a complaint a call back an order طبعا بتشكي complaint if you are you don't expect something مش متوقع حاجة and it seems strange or unusual لما حاجة تكون انت مستغربة dead ميت pleased مسرور surprised مندهش anxious قلق طبعا انت كده surprised the antonym of differences is عكس كلمة اختلافات similarities تشابه same نفس similar تشابه different مختلف طبعا عندنا احنا differences اختلافات يبقى عايزين الجمع similarities تشابهات The government is going to renew more schools هتجدد Madaris. What is the suffix used to change the verb renew into an adjective؟ اللي ينفع ينضاف في نهاية renew N-E-S-S-T-I-O-N-M-N-T-A-B-L-E) -S -S -N m n t a b l -E طبعا عندنا كلمة renewable يعني متجدد. Mona was of the concert للحفلة. She asked an important musician to play at it. طلبت من موسيقيين مشهورين يجوا يعزفوا يبقى هي الـ spectator متفرج organizer منظمة competitor متنافس فيور مشاهد طبعاً هي organizer the review of the book المراجعة بتاعة الكتاب has nothing to say about it it sounds great ما فيهاش حاجة نقط احنا نقدر نقولها كلها رائعة يبقى ما فيهاش حاجة positive إيجابية ولا يوسف المفيدة negative سلبية awesome رائعة لا طبعاً ما فيهاش سلبيات لأن nothing تفيد النفي ما فيهاش شيء سلبي إنها رائعة دي معناها رائع ودي مفيد ودي جميل وإيجابي يبقى ما فيهاش حاجه سلبيه كل حاجه فيها رائعه بعد كده هنا عندي بيقول لي نيزر سامي نور كمال ايفر شوب اونلاين نيزر نور الفعل ده اللي هو شوب يتسوق بيتبع الفعل الثاني كمال مفرد احنا مع المفرد بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس يبقى نقول شوبس فيليج القرى ار اكسايت تو هير اباوت ذا بلان يبقى طبعا فيليج القرى كانت متحمسه يبقى اكسايتد The teacher has been in the school in 7 a.m. الساعات بتاخد 8 هيثم create an app already already في نهاية المضارع التام هيثم مفرد هياخد has والتصريف الثالث من create اللي هو يبدأ أو يخترع created فعل عادي I mustn't get up early tomorrow لا يجب أن أقوم بدري بكرة because it's a holiday يبقى ده مش مضطر اللي هي في المضارع هنقول don't have to بعد كده لك تكتب ريفيو اباوت ذا Types of Transport in Your City وسائل المواصلات في مدينتك عندك ممكن تكتب عن الترام ممكن تكتب عن الترين اللي هما موجودين في Unit 1 اه اللي هي اه Around اه Our City في المدينة بتاعتنا ودي آخر جزئية في امتحان كفر الشيخ